طب زي انا عايز مثلا اقول، انا يعني عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك ان في اكتر حاجه بتستفزني في موضوع الركنه ده هم السياس. السياس. لا السياس بجد 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 من اكتر الناس اللي بتستفزني، علشان انا بحس هو انا مش، انا ما عنديش اي مشكله ان انا ادي السايس مبلغ مقابل مساعدته ليا في ان انا اركن مكان، بس ان انا افضل طالع عيني علشان ادور على مكان واركن فيه وفجاه وانا نازل وانا خلاص طالع الاقي واحد جاي كل سنه طيب يا ريس، لا هنا بقى في مشكله فعليه يعني، او انت طيب يا حبيبي، انما انت تيجي تاخد حق مني مكتسب. اتاوه احقق المكتسب على الارض اللي هي ارضي، ان انت بتاخد فلوس اللي انت ما ساعدتنيش فيها، هنا يبقى عندي فيها مشكله.